السلام عليكم. لمع وصفات موالدكم بهذا المسكوتشو اليومي يجي طالع، يجي مقرمش من برا طري من الداخل، رائع. واحد المكونات اللي يخليه يطلع وما يعاودش يهبط. يلا تبعي معايا للاخير باش تكتشفي الطريقه باش تحضريها مع السخانه، خلطيها ديريها في الفوق وخليها تطيب. يلا تبعي معايا للاخير. اذا الوصفه واش فيها؟ فيها هنايا عندي راح ندير 4 بيضات كاملين، اذا هنا عندي 4 حبيبات تاع البيض. البيض كنت خرجتهم قبل، راح ندير عليهم كاس نتاع السكر، ندير كلش مع بعض في الاول. ندير 2 علب نتاع الياغورت طبيعي بمثابه كاس، يعني لو كانت تفرغيهم في الكاس رايحه يجوك كاس تاع الياغورت ناتشور. انا نفضل ندير ياغورت ناتشور، والا كان عندك الرايب تقدري تستعملي الرايب. اذا ندير هنايا، ندير معاهم، ندير كلش في الاول كاس نتاع الزيت كلش مع بعض. ندير نزيد معاهم لهنا مغرفه صغيره معمره مليح نتاع، نزيد على الخليط، يعني درت مغرفه تاع لافاني ونزيد على الخليط 2 مغارف كبار نتاع الخل، اي خل يكون عندك. انا دائما نستعمل هذا الخل بنادم، ندير هذا تاع بكري يعني ما يخطينش. بعد هنا واش ندير؟ نزيد لهم قريصه نتاع الملح باش نعدلوا الطعم، ونخلط كلش بالميكسر حتى يتجانسونا. بسم الله. بعد ما خلطتهم مليح شوفوا الخليط اللي تحصلوا عليه، يعني حتى تحسوا انه ابيض ودبلنا كامل هذاك السكر. دوك نجوزوا هنا المواد الجافه. واش نحتاجوا في المواد الجافه؟ نحتاجوا هذا الكاس الاول نتاع الفارينه، نزيد الكاس الثاني والكاس الثالث. واش نديرو فيه؟ عندي هنايا نص كاس تاع لا مايزينا، لا مايزينا هي اللي تخلي لنا المسكوت تاعنا يجينا بيض وكي يطلع ما يعاودش يهبط، يعني هذا هو السر. جربيها من في المسكوتشو، اي وصفه عملت تاع المسكوتشو بدلي، يعني نص كاس تاع فارينه بنص كاس تاع النشا، والنص كاس اللي بقالي نكملو فارينه. ها هكذا يعني ككل 3 كيسان، 2 كيسان ونص تاع فارينه ونص كاس تاع لا مايزينا. نزيدهم لهنا في هذا. اذا بعد نكملوا، بعد هنا واش ندير؟ نغربل هاد الفارينه. بسم الله. نزيد نكمل هذاك الكاس اللي بقى لي مع 2 كيس تاع خميره كيميائيه. اذا نديرهم هنايا ونكمل نغربلهم ونخلط الخليط تاعنا. شوف الطاس بزاف عملي البنات، يعني راه عنده بزاف من يخرج، يدير بقى 20000. فاش مليح كي تخدمي بالباتور ديري هذا الغلاق، تفتحي لهنا يعني ودخلي الباتور غير منا تخدمي وما يطرشلكش كامل الحاله. اذا نخدم هذا الخليط، نحصلوا على خليط يكون متجانس. اذا نخلطوه هكذا مليح بهذه الطريقه، كتشوفي هذيك الفارينه كامل ما ولاتش تبان. اذا ها هو القوام تاع الخليط تاع المسكوتشو تاعنا. هنا عندي امول يدخل للفوق، دهنتو بالزبده وغبرتو بالفارينه، هنا تضمني انه الخليط تاعنا ما راحش يلصق. دائما طلعي هذاك الطاس هكذا باش تفرغيه، باش نزيدو ندخلو الهواء الكيكه تاعنا، نفرغ كامل الكميه اللي عندي. اذا ها هو معنا، وندخلو الفرن على 180 درجه اللي كنت سخنتو من قبل 15 دقيقه، شعليه من التحت فقط ودخليه في المنتصف حتى يطلع يطيب يتحمر لنا مليح. ندخل الموس نخرجو ناشف، نخرجو يعني نحيه من الفوق ونعاود نرجع لكم. هذا وين طاب الموسكوتشو، هذا وين خرجتو راهو سخون. شوفوا انا ما لصقليش المول تاعي، ما يلصقش، وزيد كي ندهنو بالزبده ونغبرو بالفرينه ما نخافش منه، نقلبو تمتم ولا خفتي خليه حتى يبرد ونحيه هكذا باش ما يعرقليش. اذا ونحيه، اذا ونشوف. بسم الله، شوفوا كيفاش طاب، الله الله عليه. اذا نخليه هكذا حتى يبرد مليح باش نزينو. شوفوا كيفاش جا ولا اربع. من بعد نزينها بشويه نتاع معجون هكذا على الوجه. اذا ندهنها كامل
بالمعجون بالبانسو من بعد نزينها بشويه نتاع الجلجلان. نحب بزاف الجلجلان. تقدري ديري نواط كوكو، ديري واش عندك. اذا ندير هكا تزيين خفيف. السلام عليكم، مع وصفاتهم موالكم بهذا المسكوتشو اليومي. يجي طالع، يجي مقرمش من برا طري من الداخل، رائع. واحد المكونات اللي يخليه يطلع وما يعاودش يهبط. يلا تبعي معايا للاخير باش تكتشفي الطريقه باش تحضريها. مع السخانه خلطيها، ديريها في الفوق وخليها تطيب. يلا تبعي معايا للاخير. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، فقط انا نزلت لها خطوط بالشوكولا اللي طالع، والتزيين يبقى حسب الرغبه. كما تقدري ديرو غير رشه تاع سكر غلاس ولا تخليه هكذاك، راح يجي ولا اربع. اذا راح نقسم منه قطعه هكذا باش تشوفوه كيفاش جانا. بسم الله، يعني اللي يحبوا لي موسكوتشو متاكده انه راح يعجبكم هذه الوصفه. ويجي طالع ويجي هايل. شوفوا البنات كيفاش جانا في القلب تاعو، لاحظوا معنا. اذا ها هو الموسكوتشو تاعنا، شوفوا جا مهوي اطري بونش، جا خفيف، تجي في واحد البنه. هذيك لا مايزينا اللي ضفناها هي تخلي الموسكوتشو تاعنا ما يعاودش يهبط. شوفوا كيفاش جا يشهي يشهي يشهي. يلاه البنات جربوه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.